علاج مياه كاظم المعبى يعتبر خطوة نحو تكريس الاستثمار الصناعي للبحث العلمي وأهم مخرجات البحث والتطوير وبناء القواعد المعلوماتية والفنية على مدى عقدين من الزمن. المشروع تميز عن غيره من المنتجات المطروحة بالسوق المحلي بكونه منتجا وطني لا يستغل مياه الشرب التي تنتجها الدولة من محطات التحلية. المشروع ثمرة عمل فريق متخصص أجرى العديد من الأبحاث على التقنيات المتوفرة للوصول للتركيبة المناسبة من الأملاح والمعادن المتوازنة. كاميرا الوطن رصدت عملية إنتاج المياه المعبأة في المصنع من إنتاج وتعبئة والمتابعة مع ريتا أبو ديب. في خطوة نحو توفير سلعة وطنية ذات نوعية ممتازة ومتوازنة في محتوياتها المعدنية، يأتي مشروع مياه كاظمة كأحد النماذج المهمة في إطار هذا التوجه، فهو ثمرة لمشاريع بحثية قام بإنجازها معهد الأبحاث بهدف إنتاج المياه المعبأة باستغلال آبار شاطئية. الآبار الشاطئية طبعاً لا يكون هناك أي تلوث فيها، درجة حرارتها متعادلة، بالتالي يسهل عملية معالجتها وتحليتها، لأن المياه راح تكون مالحة قريبة من الشاطئ. المياه هي المياه الوحيدة في الكويت اللي لا نستخدم فيها المياه الحكومية. جميع الشركات الموجودة حاليا الكويتية اللي تنتج مياه تأخذ المياه من شبكة الحكومة وتقوم بمعالجتها وتعقيمها. نظام إنتاج المياه المعبأة في أي مصنع ينقسم إلى عمليتين من إنتاج وتعبئة، فبعد سحب ماء البحر من بئر شاطئي تقوم وحدات التناضح العكسي المزودة بأغشية نفاذة بتحلية المياه. عملية التناضح العكسي هي انتقال المحلول أعلى تركيز من الأملاح عبر غشاء شبه نفاذ إلى المحلول أقل تركيز. فمثلا ماء البحر تحت ضغط عالي إذا دخلنا على غشاء شبه نفاذ راح يطلع معنا بالجهة الثانية مية تقريبا خالية من الأملاح. أول مرحلة نقوم بخفض الأملاح من 42,000 إلى حوالي 300 ملغرام لكل لتر، يعني حوالي 99.7. وفي المرحلة الثانية راح نقلل الأملاح إلى تقريبا صفر. وبعد عملية التناضح تأتي عملية تعبئة القناني بدءا بنفخها، إذ يتم تسخين الأمبولة وهي المادة الخام لسهولة التشكيل، ومن ثم نفخه بهواء مضغوط داخل قالب التشكيل لينتج عن قنينة بلاستيكية، ومن بعدها تأتي مرحلة الغسيل والتعبئة وغلغ الأغطية إلى وضع الملصق والتغليف. الرغابة يومية، يعني دائما احنا ناخذ عينات لفحصها، وفي عينات أيضا تبعث لمختبرات المعهد، وفي عينات نفسها نعمل باختبارات عندنا في المختبرات، وفي عينات أيضا نبعثها لمختبرات خارجية في ألمانيا، والتأكيد من المعدلات مثلا وإجراءات يعني معدلات الأملاح تتم بشكل يومي، وطبعا ناخذ بين فترة وفترة عينات عشوائية أيضا. المصنع ينتج حاليا حوالي 1500 قنينة بالساعة، مع نية في زيادة الإنتاج في المستقبل القريب ليصل إلى 10,000 قنينة بالساعة.